الخير والعافية، مساء الحب والورد والياسمين، أكيد اجتمعت كل كلمات المحبة للترحيب بكم محبي مشاهدي قناة زاكروس الفضائية. أكيد رجعنا وياكم ببرنامج ألو أربح، برنامج العائلة العراقية. أكيد هدفنا واحد، مصر اثنين، نريد نربحكم ونسعد أكبر عدد منكم. جوائزنا جدا قيمة، أهم جائزة عندنا 4 مليون دينار عراقي. أكيد بالخير أمسيكم وبالأرباح والجوائز نطل عليكم واقول مساء الخير لك يا مغيث. مساء النور عليك يا منار، شلونك اخبارك؟ الحمد لله. هذا السؤال المعتاد، من بعد السؤال المعتاد نقول بالخير والمحبه. رجعنا وياكم احبتي ممن تشاهدون وتتابعون شاشه زاكروس الفضائيه، واكيد اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج المسابقات الو اربح. مثل ما عودتكم بكل حلقه نستذكر جوائزنا وشروط مسابقاتنا. شروط المسابقات انه ماكو اي شروط، مجرد تقولون الو تتصلون بينا نتعرف عليكم عفوا ان شاء الله راح تحصلون على اجمل الجوائز ويانا. جوائزنا القيمه اليوميه واللي هي الجائزه الكبرى اللي قدرها 4 مليون دينار عراقي حاليا دا تنتظركم بالصندوق، بنهايه الحلقه ان شاء الله راح تكون سعيد الحظ. اضافه الى الجائزه الكبرى عندنا جوائز جدا جميله واكيد راح تعجبكم مثل ما عودناكم. عندنا جوائز من مجمع النور الطبي، وجائزه مقدمه من مركز ماريلا للتجميل والليزر، وايضا عندنا جائزه راح تكون مقدمه وخاصه لاهالينا في محافظه الانبار واللي راح تكون مقدمه من مركز بيوتي يو. تمام يا منار؟ فاحنا برنامجنا راح يكون متواصل وياكم يوميا، نستقبل اتصالاتكم. بالنسبه لمكانات مراكز التجميل، منار مركز تجميل مجمع النور الطبي، يا ريت اذا تنوهين للمشتركين. يعني احنا مثل ما قلنا انه عندنا اكثر من جوائز، يعني الجائزه الكبرى مثل ما قال لكم مغيث ال 4 مليون دينار عراقي المقدمه من قناه زاكروس الفضائيه، وايضا بالاضافه الى الجوائز الاخرى اللي هي من مجمع النور الطبي كان في المنصور، بغداد، المنصور، شارع 14 رمضان، فرع مطعم المهراج خان، وايضا اكو مركز ماريلا. اكيد يا منار، بالنسبه لمركز ماريلا للتجميل والليزر راح يكون مكانه بالمنصور ايضا في شارع مول بابلون بالقرب من مطعم بيستون صمد مقابل حلويات الخاصه كي شوكولا. ومثل ما قلنا اكيد عندنا مركز بيوتيو اللي راح يكون خاص لاهالينا في محافظه الانبار، وما ننسى انه نشكر الاعلاميه نور الزيدي على هاي المبادره الجميله اللي منحتنا اياها من اجلكم حتى نقدم لكم جوائز حلوه تعجبكم وتنال اعجابكم ان شاء الله. من الان راح نبدي نستقبل اجمل الاتصالات منكم، اهلنا وعوائلنا وناسنا، نتعرف عليكم انا ومنار وراح نسالكم الاسئله اللي دائما تكون عامه وراح تعجبكم. يلا اول اتصال مثل ما نقول دائما ليديز فيرست. تمام يلا نقول الو. يلا الو. الو السلام عليكم. الصوت كلش ناصي حبيبي. الو 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 ويات رمضان كريم. الو الو سمعيني؟ صوت جدا ناصي. اي لان الصوت كان كلش. الو الو سمعت. هلا حياتي، هلا بيت. بعد روحي شلونك اخبارك؟ يا قلبي رمضان كريم، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة والعافية. نقولكم يا بعد حيلي حبيبتي، اسمك ومن وين؟ كانت مغيث شارك، شلون صحتك؟ عيوني بخير اذا انت بخير، الله يخليك. الله يحفظك ويخليك. كل الهلا بيك. ابتسام وياكم، ابتسام من البصرة. ابتسام حياتي، اسمك ومن وين قلبي؟ ابتسام سالم حمادي من البصرة. ابتسام سامي؟ سالم سالم سالم، ابتسام سالم حبيبتي. بما انه انت اول اتصال ويانا، اكيد اتصالك كلش مميز ومبروك الك، اكيد اسمك دخل بالقرعه ويانا بدون اي سؤال. الحجي يريد يشارك وياكم. اكيد يلا. كل الهلبي الحجي يخلي على راسنا. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا بيك حجينا، شلون الصحة؟ رمضان مبارك عليكم. علينا وعليك، ينعاد عليك بالصحة والعافية. خالد قاطع شيال. خالد قاطع ايش؟ شيال. شيال، هلا بيك حجي، شلونك شخبارك؟ رمضان شلونه وياك؟ الحمد لله الله يحفظك. الله يخليك ويعطيك الصحة والعافية. أنا طبعا أنا يمكن أول أكبر عمر قاعد يتصل وياكم. أنت نخليك على راسنا حجي، أنت الخير والبركة. أكبر عمر 76 سنة وقاعد أتصل وياكم. الله ينطيك طولة العمر والصحة والعافية. أنتو يعني صدق الخير والبركة. أشكرك. حجي اليوم أنت نورتنا وشرفتنا بهذا صوتك الحلو. واكيد انت اسمك دخل ويانا بالقرعه على الجائزه الكبرى اللي هي 4 مليون دينار عراقي، فان شاء الله تابعوا ويانا نهايه الحلقه وتكون فائز ويانا حجي.
رحم الله والديك. الله يخليك والديك الرحمة. الله يعزك حبيبي. شكرا جزيلا لاتصالكم حجي. أشكرك عمي. الله يخليك، هلا بيك عمي. يلا إن شاء الله نقول ألو. ألو. ألو مساء الخير. مساء النور والعافية والورد والمحبة والعسل. تدوى قلبي. حبيبتي. كريم عليكم. والله أكرم وينعاد عليكم بالصحة وسلامة الأهل يا رب. الله يسلمك حبيبتي. حبيبة قلبي. ممكن أشارك؟ طبعا شاركين حبيبي، اسمك ومن وين؟ سداد هادي محمود. من نعم. سداد. سداد هادي محمود من وين؟ سداد هادي محمود من بغداد. من بغداد، هلا بيش سداد. شلونك سداد؟ احكي لي، شو فطرتي اليوم؟ الله يسلمك حبيبتي، اليوم طلع عروس. حياتي في دول وجهك. أعزمك بعرسي أود. سدوال قلبك. يلا سداد، معلوماتك قوية زينة؟ والله يعني إن شاء الله. زين أنت يعني أم بيت؟ ربة منزل؟ إيه. تمام، أكيد تعرفين تطبخين. إيه طبعا. يلا. السؤال يقول نبات يغزى لأشهر طويلة إن شاء الله. إيه. ولا يتلف. نعم. نبات يغزى لوقت طويل وما يتلف أبد وكلش هواي نستخدمه ونستخدمه بالشاي، ريحته كلش طيبة. ها شو تخلون ويا الشاي؟ الهيل. عفي عليك الهيل، والف مبروك لك يا سداد، واكيد اسمك ويانا دخل بالقرعه، وما دام انت من بغداد لك هديه مقدمه من مجمع النور الطبي بقيمه 100 دولار تصرفيها داخل المجمع، والف مبروك لك يا قلبي. اكيد الف مبروك. نستقبل اتصال جديد يا منار ونقول الو. مساء الخير. مساء النور والعسل. اهلا وسهلا، تحياتي، تحيه طيبه لحضراتكم. الله عليك حبيبتي قلبي. اكيد تحياتنا لك يا ورده حبيبي. عرفينا بنفسك من وين تكلمينا؟ فدول عمركم تسلم. انت اسمك من وين تكلمينا؟ هاجر ناجي من بغداد. هاجر ناجي من بغداد، من وين تحديدا من بغداد يا هاجر؟ من ابو طياره. ابو طياره، كل الهلا بيك واهالينا بالدوره اكيد، وعلى راسنا اليوم اسلوبك هذا الحلو ما شاء الله عليك. طبعا انا دا اتابعكم عبر البث المباشر وحبيت اشارك وياكم هاليوم كل الهلا حصلتكم. طبعا من بدايه رمضان دا اتصل ومدا تؤمرين انت. شوفي احنا اي شخص يحاول اكثر من مره ما يحصلنا بعدين نعوضه يا هاجر. لا تمام هي لانه انا من بدايه رمضان وهسه حصلت. بسيطه بسيطه، راح نعوضك. اول شيء قولي لي ايش قد عمرك انت هاجر؟ انا حاليا 19. ايش قد؟ حبيبي 19 العمر كله لك يا هاجر، شلون راح نعوضك؟ راح اعوضك انا ومنار تعوضك، بالنسبه لي راح تدخلين بالقرعه بدون سؤال. شنو رايك؟ اوكي؟ وشوفي منار ايش ضامت لك بعد؟ شنو اسمها البنيه؟ هاجر. هجوره حبيبي، بما انه انت من بغداد إلك جائزة مقدمة من مجمع النور الطبي بقيمة 100 دولار تصرفيها داخل المجمع. يعني الكائن في أصرفها؟ حبيبي تصرفيها داخل مجمع النور الطبي الكائن بالمنصور ب 14 رمضان بفرع مطعم مهراجة خان. يعني وين المجمع عفوا؟ حياتي بالمنصور بشارع 14 رمضان فرع مطعم مهراجة خان. نعم مجمع النور. أي مجمع النور؟ اي نعم. زين اجي للقناه اخذ الكيبون لو فورا اروح لهم لل لا حبيبي روحي لهم قلبي. ماشي حياتي. بس اسمك الثلاثي بدون زحمه على مود يثبت عندنا. هاجر ناجي محمود. هاجر ايش؟ ناجي 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 هاجر ناجي. الف مبروك لك يا قلبي حبيبي. بس اعاده اسم المجمع. نعم بس اسم المجمع. مجمع النور الطبي يا قلبي حبيبي. حبيبتي مبروك لك. تدوى العمر تسلموا لي. الف مبروك وشكرا جزيلا لاتصالك بألي السلامة عيوني. يلا نقول الو مرة ثانية. يلا الو. الو 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 الو. هاي زينة مربية لكم علة هاي الالو الو. يلا الو الو. نذكر بجوائزنا لا اجل اتصال. الو رمضان كريم.
رمضان كريم عليكم، شلونكم؟ الحمد لله، اذا انت بخير حبيبي. احنا بخير والله، طالعين حلوين اليوم. لابسه كردي زي الكردي طبعا. اتشرف البس زي الكردي. زوجي وانا، زوجي وانا. زوج باس. يلا اخوك محمد، محمد وياكم. هذاك اليوم خبرتكم وما حصلتكم، انقطع. يلا ان شاء الله الحمد لله اليوم حصلتنا. العفو اسمك الكامل؟ مو الكامل، الثلاثي. محمد علي محمد. محمد علي محمد. محمد من وين يا محمد؟ من زاخو. من زاخو يا فدوة. كل الهلا. شوف أنا اليوم لابسة زيكم، ف يعني أحب أشكرك على اتصالك، وأصلاً أنت دخلت بالقرعة بدون أي سؤال، شنو رأيك؟ أكيد محمد شرفتنا اليوم، واسمك دخل بالقرعة بدون أي سؤال، وإن شاء الله ألف مبروك إلك. تابعوا ويانا نهاية الحلقة وإن شاء الله تكون رابح ويانا، وشكرا جزيلا لاتصالك. ناخذ اتصال جديد أكيد ونقول ألو. ألو 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 عيني. ألو هلاو. هلاوات هلاو عيني، بخير؟ إذا أنت بخير، رمضانك كريم. رمضان كريم عليكم. الله يخليك، عرفينا بنفسك ومن وين تكلمينا. آية من بغداد. آية إيش؟ سلام. آية سلام إيش؟ عبد الجبار. عبد الإيش؟ جبار. عبد الجبار، هلا بيك يا آية. من وين؟ من بغداد. آية من شارع فلسطين. شارع فلسطين، كل الهلا بيك، نورتينا اليوم أكيد. قولي لي شنو رأيك ببرنامجنا ألو أربح، حتى أسألك السؤال. والله أحلى برنامج. يعني عاجبك؟ دا يغير لكم إن شاء الله من الأجواء، دا تستمتعون بهاي الساعة اللي دا نقضيها وياكم. أكيد. إن شاء الله، وهذا هدفنا الأساسي، أو نقول هدفنا الأساسي نربحكم، هدفنا الثانوي إن شاء الله تستمتعون ويانا. أقول لك آية، سؤال إلك، إنه أنت هل من متابعين السينما، متابعين التلفزيون، المسرح، هاي الفنون؟ أكيد. أكيد. تمام. إذا سؤالك راح يكون، تمام، سؤالك راح يكون بخصوص هذا الموضوع. فسؤالك يقول أكو مسرحية اسمها، طبعا المسرحية عربية، اسمها على اسم بنات مين؟ وقطع الاتصال يا آية، ولا تشيلين هم. أكيد ألف مبروك إليك يا آية، إذا أنت بعدش دا تشوفين على التلفزيون فاسمك دخل ويانا بالقرعة على الجائزة الكبرى اللي هي 4 مليون دينار عراقي، بالإضافة لأن انقطع الاتصال إلى الجائزة مقدمة من مركز ماريلا للتجميل والليزر الواقع بالمنصور شارع مول بابلون بالقرب من مطعم بيسون صمد مقابل حلويات الخاصة كيشوكولا. ألف مبروك إليك وشكرا جزيلا لاتصالك، وآسفين على انقطاع الخط. قبل لا نقول ألو يا مغيث، أكيد أحب أشكر أزياء الشيخة تمام. على الإطلالة الجميلة. أكيد أكيد، لا ما شاء الله عليهم، الكل دا يبدعون وياك يا منار، مو بالله. فشو نقول اللي منار دائما تقول لي إنه أنت تقول، نقول أهلنا وناسنا وشاهدينا الأعزاء. أكيد فعلا أهلنا وناسنا. أكيد أكيد يا منار، برنامجنا لأجل عيونكم، برنامج المسابقات ألو أربح جوائز ربحية. مثل ما أقول لكم دائما إنه أي شخص يريد يربح الملايين بأبسط وأسهل طريقة بدون أي تعب وأي مشقة، ما لكم غير إنه تتصلون بالأرقام اللي ظهرت أسفل الشاشة، تتصلون بنا راح تلقونا أنا ومنار، منار شايلة الأربع ملايين تنتظركم. كل ما عليكم أنه تتصلون تكثفون اتصالاتكم، نتعرف عليكم نسولف وياكم، نسألكم الأسئلة العامة اللي تكون بسيطة إن شاء الله تنال إعجابكم، وراح تدخلون ويانا بالقرعة على الجائزة الكبرى واللي هي 4 مليون دينار عراقي. بالإضافة إلى الأربع مليون عندنا جوائز قيمة جدا مقدمة من مراكز التجميل اللي دعمتنا ببرنامجنا ألو أربح، حتى نقدم لكم كل ما هو جميل إن شاء الله تستمتعون ويانا على مدار ساعة كاملة يوميا من الساعة 8 للساعة 9 على الهواء مباشرة. نستقبل اتصال يا منار. قول ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، رمضان كريم عليكم. الله والله أكرم علينا وعليكم يا رب. عليكم إن شاء الله. اسمك من وين حياتي؟ يسرى نعيم فاضل من صلاح الدين. يسرى نعيم فاضل من صلاح الدين. من صلاح الدين، هلا بيك. روحي نخلى افتكرت. كل الهلا بيك عيوني. هلا بيك حياتي يسرى. يلا يسرى معلوماتك قوية إن شاء الله. إن شاء الله. يلا، ما هي المدينة التي تسمى بمدينة الضباب؟ لندن. لندن. في عليك معلوماتك باين قوية، وأكيد اسمك دخل بالقرعة يا يسرى. ممكن مشاركة نجحنا طبعا. لا مو ممكن، تأمرون. ألو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، أهلا. أنا المستهلين، رمضان كريم عليكم. والله أكرم، وتقبل الله الطاعات منا ومنكم إن شاء الله يا رب. الله يسلمك، الله يحفظك. يلا اسمك؟ عليكم. تحياتنا لك حبيبي. الله
نعم اسمك؟ زيد فلاح. زيد فلاح، يلا زيد. زيد فلاح حسن. زيد تمام. زيد شو شو صير من يسرى؟ والدتي. ها الله يحفظها ان شاء الله. الله يحفظها لك يا رب. حبيبي انت. يلا انت يا مرحلة ايش قد عمرك؟ والله انا متوسطة وتركت الدراسة. ها ليش تركتها؟ مواليدي 95. 95 العمر كله 95. لك وان شاء الله اكيد تعوض دراستك. تشتغل لو ما تشتغل؟ الله يحفظكم. تشتغل زيد؟ نعم. شنو عملك زيد؟ والله عملي عمالة كهربائي. الله يرزقك ان شاء الله من اوسع ابوابه، واكيد انت اليوم ويانا زيد راح تدخل ويانا بالقرعه على الجائزه الكبرى واللي هي 4 مليون دينار عراقي بدون اي سؤال. شكرا جزيلا لاتصالك والله يحفظ لك الوالده واشكر لنا اياها وتحياتنا لكم اكيد يا زيد. يلا نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. شلونكم؟ عيد رمضان كريم. والله اكرم. سريع مستعجل فايد قوم. اسمك من وين؟ صحتكم. نعم اسمك ومن وين؟ طبعا قبل لا اعطيكم اسمه قبل لا ابدي اعطيكم زوجتي تحكي وياكم. يلا كل الهلا كل الهلا. الله يحفظكم ان شاء الله. يلا الله يحفظ لكم والجهال ان شاء الله. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. والاسم ومن وين؟ رمضان كريم. والله اكرم يا قلبي. الله يسلمك. يلا فاطمه علي. فاطمه علي من الناصرية. من الناصرية، هلا بيك يا فاطمة وكل أهلنا وحبايبنا بمحافظة ذيقار. يلا فاطمة. إيش عجب ليش زوجك قال نحكي وياك بالبداية؟ حتى عوداني أسئلة، أنت تسألين من أنا تسألي. أي لازم. كل الهلا بيكم أكيد. أنا هذا طبعي. يلا، شو معلوماتك؟ تشوفين سينما، مسرحيات، هيجي سوالف. كيفك انت؟ بس انا هاي الفيلم ما احبه. يلا سؤالك يقول ايه مسرحيه عربيه اسمها على اسم بنات اثنين. اكو خياره؟ مبينه مبينه ومعروفه. واضحه جدا. واضحه يا قلبي. مسرحيه عربيه اسمها على اسم بنات اثنين. مسرحيه والله ما اعرف. ريا؟ ايه غيري الخيارات. ريا وايش؟ ها سكينه. ريا وسكينه. ومبروك عليك يا فاطمه وتحياتي اليك ولزوجك واكيد اسمك دخل بالقرعه انت وزوجك. لا زوجك ما انطى اسمك. اسمك دخل بالقرعه. الف مبروك. هو هسه زوجها راح يجي ننتظره لو شو نسوي يا ملاب. بس والله يعجبني اني افضل زوجته. اكيد اكيد طبعا ولي. طبعا انقطع الاتصال راح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. 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 الوات عيوني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورمضانك كريم. ينعاد عليك بالصحه والعافيه. يمكن انقطع الاتصال. ويا رمضان كريم انقطع الاتصال. للاسف. نعتذر منكم اعزائي المشاهدين على جوده الاتصالات. يعني ان شاء الله كثف اتصالاتكم وراح نكون موجودين انا ومنار نستقبلكم والكل رابح ويانا. فنستقبل اتصال جديد ونقول الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وياك حيدر ناصر من الناصريه. شلون حبيبي؟ حيدر ناصر من الناصريه. حيدر هلا بيك يا حيدر وحياك الله انت وكل اهالينا بالناصريه. يحفظك الله. حبيبي رمضانك كريم. حبيبي الغالي حياك الله. شلون معلوماتك؟ والله يعني نصف. زين سؤال سهل صعب تريد؟ لا سهل وين صعب؟ سهل تمام. انت ايش قد عمرك حيدر؟ يخليك الله. الله يخليك ويوفقك. ايش قد عمرك حيدوري؟ انا عمري 30. 30 سنة، الله يعطيك طولة العمر والصحة والعافية. انت هسه قاعد وحدك لو قاعد يم اهلك يعني الوالد الوالدة منو يمك هسه حيدر؟ لا يا حيدر انقطع الاتصال. انقطع الاتصال. حيدر حبيبي اكيد اسمك دخل ويانا بالقرعه على الجائزه الكبرى لا تشيلها نهائيا. تابعوا ويانا نهايه الحلقه وان شاء الله تكون سعيد الحظ. شكرا جزيلا لاتصالك. يلا نقول الو. مساء الخير. مساء النور. رمضان كريم علينا وعليكم اجمعين. انا اسمي انمار رابع علي. انمار ايش؟ انمار رابع علي. انمار رابع علي من وين؟ من اربيل. اربيل. من اربيل. يا هلا ومية هلا.
شنو رايك بالزي الكردي؟ اهم شيء زين زين لا باس زين حلو لا باس عزيز الجليل اسمك دخل بالقرعه بدون اي سؤال وشكرا لاتصالك. اكيد شكرا لاتصالاتكم جميعا. ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام والاكرام. سلام مقبول ان شاء الله علينا وعليكم وللجميع ان شاء الله واجر ثابت ان شاء الله. حبيبي الغالي عرفنا بنفسك ومن وين تكلمنا؟ ماجد. شلون؟ نبيل. نبيل؟ نعم. نبيل ماجد ايش؟ عبد اللطيف. عبد اللطيف حياك الله يا نبيل. من وين نبيل؟ نبيل من وين انت حبيبي؟ نبيل ماجد لطيف تسمعني؟ عبد اللطيف. عبد اللطيف من وين؟ من يا محافظة تكلمنا؟ من بغداد من الكرادة. من الكرادة حياك الله حبيبي. شنو رأيك ببرنامجنا وتريد سؤال سهل لو صعب؟ سؤال سهل. سهل تريد؟ تمام أنا عبالي أعطيك سؤال صعب. لا أنا ناوي أعطيك صعب. زين سؤالك يقول يا نبيل سؤالك يقول ركز وياي ما هو أكثر الحيوانات البحرية ذكاء؟ الدولفين. عاشت إيدك وجابتك صحيحة وسؤالك سهل مو صعب كدا لا شيك شوية حبيبي نبيل شكرا جزيلا لاتصالك أكيد واسمك دخلوا أنا بالقرعة على الجائزة الكبرى وكل الهلا بيك. يلا نقول ألو. ألو 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 السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة يا هلل. وياكم صادق مزعل من البصرة. صالح مهدي ايش؟ مزعل. صالح مهدي مزعل من البصرة الله حيه. نعم. صالح ايش قد عمرك؟ عمري 64 سنة. 64 الله يحفظك يا رب ويطول بعمرك. الله يحفظك ابنيك الله يخليك. الله يخليك. عمرك بخير. وانت بألف خير حبيبي. يلا. سؤالك يقول يا صالح. نعم. أستاذ صالح السؤال يقول نعم. بماذا تسمى نعم. كبيرة الدلال في المجتمعات العشائرية؟ يلا يا صالح الأربع ملايين تنتظرك. يا الله بماذا تسمى كبيرة نعم. الدلال في المجتمعات العشائرية؟ يعني الفحل الصور. نعم الفحل؟ لا فحل الدلال؟ الكم؟ نعم الكم؟ كم؟ والله الكم كم؟ الكم كم الكم نعم الكم كم ومبروك إليك يا أستاذ صالح أكيد جسمك دخل بالقرعة وشكراً لاتصالك أنت الله يخليك شكراً جزيلاً لاتصالك. مستمرين أعزائي المشاهدين نستقبل أجمل الاتصالات منكم فنأخذ اتصال جديد وأكيد نقول ألو. ألو 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 عيني رمضان كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام رمضانك كريم ومبارك. علينا وعليكم حسن من تل عفر. حسن إيش؟ حسن عدنان من تل عفر. حسن عدنان من تل عفر حياك الله وعلى راسنا. حبيبي الغالي شنو رأيك إذا أقول لك مبروك عليك دخلت ويانا بالقرعة على الجائزة الكبرى وبدون أي سؤال؟ حبيبي عفوا تابعوا لنا نهاية الحلقة وإن شاء الله تكون سعيد الحظ أعزائي المشاهدين. أكيد يا أبو هيك لازم ننوه على جوائزنا. ننوه بالضبط أكيد جوائزنا جدا قيمة أهم جائزة عندنا هي 4 مليون دينار عراقي بالإضافة إلى الجوائز اليومية من مراكز التجميل حصرا في بغداد ومحافظة الأنبار. أول مراكز هي مجمع النور الطبي الكائن في بغداد المنصور شارع 14 رمضان وأيضا مركز ماريلا يا أكيد مغيب. مركز ماريلا مشاهدين الكرام راح يكون موقعه في المنصور أيضا في شارع مول بابلون بالقرب من مطعم بيسون صمد مقابل حلويات الخاصة كي شوكولا بالإضافة أكيد. إلى ما ننسى مركز بيوتي يو الكائن في محافظة الأنبار بالفلوجة لكل أهالينا من الغربية هدايا جدا قيمة لكم وتدللون علينا من مركز بيوتي يو للتجميل أكيد. والليزر ونرجع مستمرين أكيد باستقبال اتصالاتكم الجميلة ونقول ألو 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 رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. والله أكرم وتقبل الله الطاعات إن شاء الله. إن
اهلا وسهلا. الاسم ومن وين؟ احمد شنعان ابراهيم من صلاح الدين. احمد شنعان من وين؟ صلاح الدين. من صلاح الدين. كل الهلا بيك يا احمد. يلا احمد اسمك دخل بالقاعة بدون اي سؤال. شكرا لاتصالك. واكيد الف مبروك لك. ممكن شلون حبيبي الوالد اللي يشارك؟ كل الهلا نخليه على راسنا اكيد. خليه يتفضل. الو السلام. الو وعليكم السلام ورحمه الله. علي كنعان من صلاح الدين. كل الهلا بيك اكيد وحياك الله وحيا الله كل اهالينا بصلاح الدين. احنا اكيد شنو يصير منك علي؟ احمد اخويا. احمد اخوك. تمام. فباعتبار اخوك دخل القرعه بدون سؤال فاكيد انت همينه دخل اسمك ويانا بالقرعه على الجائزه الكبرى واللي هي 4 مليون دينار عراقي بدون اي سؤال. الف مبروك لكم. تابعوا ويانا نهايه الحلقه وشكرا جزيلا لاتصالكم. لازم شوي نحكي على الجوائز. لازم نحكي على الجوائز. هي اللي جائزه قناه زاكروس الفضائيه اكبر جائزه عندنا اللي هي قيمتها وقدرها 4 مليون دينار عراق. بالاضافه الى الجوائز اليوميه يا مغيث عرفوا يعني عرفوا وصاروا عندهم بالضبط. على منار احنا شو نقول دائما؟ نقول اذا شخص يريد يحصل على الملايين بدون تعب وبدون مشقه شنو ممكن يسوي؟ بساله الو صغير. خلاص ها هي الو صغير. ارقامنا اسفل الشاشه. اي اتصال منكم راح نستقبله بكل حب. اكيد نستقبل كل الاتصالات على مدار ساعه كامله على الهواء مباشره. عندكم مركز النور، عندكم مركز ماريلا، عندكم ايضا لاهلنا وحبايبنا من الغربيه وبالانبار مركز بيوتيو. اكيد ومن ننسى بالفلوجه بالشارع العام قرب مستشفى الفلوجه العام. واكيد ما ننسى بالطبع نشكر الاعلاميه القديره نور الزيدي لانه هي اللي منحتنا جوائز من مركز ماريلا. شكرا لك وشكرا لكل المراكز اللي تعاونوا ويانا على مود نقدم لكم افضل ما يكون يا مغيث. والالو لك. تمام اذا نستقبل اتصال جديد ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لك وتحياتي المنار وكل كادركم. الله يخليك. تحياتنا لك يا حبيبي الغالي. عرفنا بنفسك ومن وين؟ علي فتحي علي من الموصل. علي فتحي علي من الموصل. حياك الله وحيا حيا الله اهلنا كلهم في ام الربيعين. احكي لي علاوي اليوم ايش فطرت؟ والله فطرت دجاج شوي اليوم. دجاج شوي. عافيات على قلبك ان شاء الله. الله جبتوه من برا لو بالبيت سويتوه؟ لا والله بالبيت سويناه بالبيت وديته على الفرن ما شويته بالفرن. الف عافيه الف عافيه. زين ما سويته اليوم فد اكله مصلاويه بحته بالفطور؟ والله ما سوينا يعني كبه ما تم سوين يعني. زين علاوي عندي سؤال لك. ايش وقت اخر مره سويت عروق الموصل؟ والله عروق الموصل قبل 3 ايام. قبل 3 ايام. الف عافيه عليك اكيد. الله والف حبيب. مبروك يعني الف عافيه والف مبروك. الالف عافيه على الاكل اكيد والفطور والف مبروك انه اكيد اسمك دخل ويانا بالقرعه على الجائزه الكبرى 4 مليون دينار عراقي. شرفتنا ونورتنا. تابع ويانا نهايه الحلقه وان شاء الله تكون سعيد الحظ ويانا. يلا نقول الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه ورمضان كريم علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله. نعم اكيد اكيد طبعا. اشارك اسمك من وين؟ محمد عبد ذيبان من الرمادي. محمد عبد من الرمادي. الله حيه. متزوج لو لا؟ متزوج. نعم. وين بالرمادي بالضبط؟ نفس الرمادي بالمركز. بالمركز بالمركز. تمام اوكي. يلا معلوماتك قوية لو لا؟ والله ان شاء الله. نعم؟ اي قوية ان شاء الله. يلا اوكي، مبدئيا وقبل لا اسألك سؤال على مود تعرف من اختك من الارض شلون تدللكم. ما دام انت متزوج وزوجتك موجودة، أنا حابة اهديها هدية مقدمة من مركز بيوتي يو 100 دولار تصرفها داخل المركز. الكائن في الفلوجة شارع العام قرب مستشفى الفلوجة العام، أكيد هاي عيديتنا إلها. تسلمين. تدلل. نسأله لا لا ما نسأله. ما نسأله والله. والله عمي ما نسألك واسمك داخل بالقرعة. أشكرك الله والديك. والديك الرحمة تدلل. حبيبي. تدلل. حبيبي تسلمون. عيوني أنت أكيد اسمك دخل ويانا بالقرعة على الجائزة الكبرى. شكرا جزيلا لاتصالاتكم الجميلة على مشاركاتكم الحلوة ومستمرين آني ومنار أكيد حتى نستقبل الاتصالات ونسولف وياكم وندردش وياكم ونسالكم الاسئله البسيطه اللي من خلالها راح تحصلون على الملايين اللي مقدمه من زاغروس الفضائيه. نستقبل اتصال جديد ونقول الو. مساء الخير. مساء النور والعافيه. الله
رمضان كريم وكل عام. علينا وعليكم. شلونك اخبارك؟ الحمد لله بخير. والله من بدايه رمضان لليوم انا اتصل اليوم. ولا يهمك وصلتي. وصلتي اسهل منها ماكو، بس عرفينا بنفسك ومن وين تكلمينا. شهد هيثم فاضل من بغداد. شلون؟ شهد هيثم فاضل من بغداد. كل الهلا بيك شهوده، من وين من بغداد تحديدا؟ تسلم، من حي الجهاد. من حي الجهاد، كل الهلا بيك والف مبروك الك، اسمك دخل ويانا بالقرعه على الجائزه الكبرى اللي موجوده حاليا بالصندوق. شلون عيني؟ عادي اختي تشارك؟ اكيد طبعاً. كل الهلا بيها، منار موجوده. يلا قلت منار عريضه من مركز النور. مو بعيني. تسلمين قلبي. بسيطة. مو تدللين. غالي والطلب رخيص. ربي يحفظك. اختي عادي تشارك؟ شنو؟ اختي عادي تشارك؟ طبعا تشارك يا قلبي، اعطيني اياها. الو؟ الو؟ هلا حبيبتي. هلا يا روحي. هلا قلبي، اسمي هناء هيثم من بغداد. هناء هيثم من بغداد، شلونك هناوي؟ الحمد لله الله يسلمك يا رب. انتي اخت شهد كبيرة ولا صغيرة؟ لا كبيرة. حياتي الله يحفظكم البعض يا رب. الله يسلمك يا قلبي حبيبي. والله يحفظ لي اختي حسناء. اكيد. ذكرتيني باختي والله. تحياتنا لها مو والله؟ اي والله تحياتنا. يلا هناء اساميكم اثنيناتها دخلت بالقرعة بدون اي سؤال. وبالاضافة الى اختك شهودة لها جائزة مقدمة من مجمع النور الطبي بقيمة $50 تصرفها داخل المجمع. وشكرا لاتصالكم يا قلبي. تسلمي. شكرا حبيبتي. كل الهلا بيكم وشكرا لاتصالكم. مستمرين نستقبل الاتصالات. أكيد. ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو. السلام عليكم، مساكم الخير. عليكم السلام والرحمه، اهلا. وبشكرك على المساحه. الحمد لله كلش بخير. رمضان كريم. بخير ان شاء الله. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله ولكل الشعب العراقي. اكيد ان شاء الله يا رب. امين. يلا الاسم من وين بالخير؟ سامي وياكم من سنجار. نعم. سامي من سنجار. سامي. سامي من سنجار. كل الهلا. نعم. بس سامي ايش؟ اسمك الثلاثي يا سامي. سامي ايش؟ سامي جندي عمر من سنجار. سامي شنو؟ جندي عمر. جندي. سامي جندي. سامي جندي، مبروك عليك يا سامي، اسمك دخل بالقرعة، كل الاتصالات اللي تجينا اوريدي راح تدخل بالقرعة بدون أي سؤال اليوم ومدلليكم. شكرا، مع السلامة. حبيبي بألف سلامة يا قلبي. مع السلامة. ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. أكيد يا أبو غيث. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام والاكرام. رمضان كريم ان شاء الله. علينا وعليكم، ينعاد عليك بالصحة والعافية. رحيم احمد نجاله. بس عيد لي اسمك. وسام. رحيم احمد نجاله. وسام هلا بيك وحياك الله انت وكل اهالينا في محافظة دياله. تسمعني؟ نجاله عيني. تمام، مستعد للاسئلة مالتنا ان شاء الله اليوم؟ معلوماتك زينة؟ اشارك اول مرة، منو رمضان هسه؟ اول مرة تشارك. والدتهم تشارك. سلم عليكم. تؤمر تؤمر، نخليها على راسنا الحجيه. سعد راح اقول لك فد شغله، راح اقول لك الف مبروك، اسمك دخل ويانا بالقرعه على الجائزه الكبرى الموجوده بالصندوق. كل العائله نخليهم على راسنا ونستقبلهم بحب. ها حبيبي؟ وسام رحيم احمد. وسام رحيم احمد، حبيبي وسام، اكيد اسمك دخل بالكنترول حاليا. تمام قلبي؟ والدتي. والدتك طبعا، جيبها وخل تتفضل وكل الهلا بيها. الو السلام عليكم. عليكم السلام خالتي حبيبتي، شلونك؟ الله يسلمك. خاله تشوفيني بالشاشه لو بس اتصال؟ لا اشوفها. اي حبيبتي خاله، نورتينا باتصالك هذا وبهذا صوتك الحلو، والله يحفظك يا رب. الله يسلمك، الله يعافيك منار ان شاء الله. حبيبه قلبي، قولي لي اسمك على مود ادخل اسمك بالقرعه. رعديه ياسين حسين. رعديه ياسين. تمام حبيبي خالة، شكرا لاتصالك انتي وسام، واكيد اكيد اسماءكم دخلت بالقرعة. شكرا لاتصالكم. قبل لا نقول الو يا مغيث، كلش احب اشكر ازياء الشيخة على الاطلالة الكردية لهذا اليوم. شكرا لكم ازياء الشيخة ونقول الو. الوات. الو. رمضان كريم. والله اكرم، يا هلا ومية هلا. وياك شنو؟ الرياض امير من بغداد. نعم. نور رياض امير. نور رياض امير. امير ليش بعجل تنسينا يا نوره؟ يا نوره وانتي سنينا. يلا نوره معلوماتك شلونها؟ ولو احنا ندخل بدون اسئله، بس لازم تسالش على معلوماتك. والله الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله ونشكرك. زين منار. عمر منار. عيوني اريد منك هديه للوالده من مار الله. تؤمرين. غالي والطلب رخيص.
تأمرين أنطيها مارلا. عيوني يا نور تحياتنا أكيد للوالدة، تسلمين عليها وتقولي لها مغيث منار وكل كادر ألو أرباح. أشارك وياكم؟ شلون عيني؟ ممكن أشارك وياكم الوالدة؟ طبعا يجي بيها خلينا نتعرف عليها. اسمها نضال كمال حميد. نضال كمال حميد راح تحكي ويانا لو نعبر لها التحية عن طريقك يعني. ألو هلا بيك خالة عيوني أنت شلون الصحة؟ الله يخليك. نضال كمان من بغداد. كل الهلا بيك خالة نورتينا اليوم أكيد. الله يخليك. نضال كمال إيش؟ نضال كمال حميد. حميد هلا بيك خالة رمضانك كريم ومبارك وأكيد. الله يخليك رمضان عليكم كريم. الله يخليك خالة. رايدة من منار هدية بس أحكي وياك. تأمرين سهلة وصلتي. حبيبي تأمرين أمور. حبيبي مركز ماريلا فدوى العين. تأمرين يا قلبي وطلبتيني غالي والطلب رخيص وإلك هدية 100 دولار. الله يخليك دايما عمري. حبيبة قلبي حبيبتي إلك هدية مقدمة من مركز ماريلا الكائن في شارع مول بابلون. مقابل خاصك الشوكولا مجاور البيستو صمد. تسلمين حبيبي. مبروك لك خاله حبيبي. أكيد. شكرا لاتصالكم. شكرا لاتصالهم واكيد اسمائهم دخلت همينه بالقرعه على الجائزه الكبرى مغيب. اللي هي 4 مليون دينار عراقي. مستمرين مغيث ساره ويعرفون بي اني ادللهم. لا انا ما ادللهم اكيد احنا موجودين لاجل عيونكم، موجودين من اجل نربحكم بجوائز الماديه والنقديه اللي هي 4 مليون دينار عراقي بالاضافه الى المجمعات الجوائزها القيمه والجميله من مجمع النور الطبي ومجمع ماريلا وبالاضافه الى الجائزه الخاصه باهالينا في الغربيه في محافظه الانبار واللي هي مجمع بيوتي يو. ما ننسى نشكر الاعلاميه نور الزيدي على هاي المبادره الجميله اللي منحتنا اياها من خلالها نقدم اجمل الجوائز. ناخذ اتصال جديد يا منار شو نقول؟ الو الو صوتي يلا الو السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا بهالصوت الحلو هذا. فدوى حياتي. والله تعبت هاي اول يوم رمضان واليوم يلا حكيت وياك. يا عمري فدوى وجهت. ان شاء الله دوم احكي وياك ودوم تحصلينه. شكرا. حبيبتي يلا اسمك ومن وين؟ ملك نهاد من بغداد. ميس ايش؟ نهاد. ملك نهاد ملك. ملك نهاد. ايه. ملوكة ايش قد عمرك؟ 18. 18 سنة اوه كنت كوتة حبيبتي يلا ملوكة ايه وياك فدوى تعدلين اسمك وينقطع يا عمري اسمك دخل ويانا بالقرعة وشكرا لاتصالك يا ملوكة بدون اي سؤال. مشاهدينا الكرام بعد شو تريدون؟ اليوم حتى اسئلة عامة هماكم. الو اربح الو اربح منكم واليكم فاكيد نستقبل اتصالاتكم ناخذ اتصال جديد ونقول الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ياكم شيرين علي هاشم. شيرين علي هاشم حياك الله يا شيرين من وين تكلمينه؟ من بغداد. من بغداد وين تحديدا ببغداد؟ من حي الجهاد. حي الجهاد اليوم ثالث اتصال يمكن من حي الجهاد اكيد تحياتنا. حي الجهاد. حي الجهاد ايش بعده؟ اكيد حياك الله يا شيرين وكل الهلا بيك. معلوماتك شلون هاي شيرين؟ يعني 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 تريدين سؤال لو تدخلين بالقرعة بدون سؤال؟ طبعا والله كيفك بعد؟ شلون عيني؟ كيفك؟ بكيفي؟ زين، اسألك يعني سؤال تريدين؟ كيفك؟ بكيفي، تمام، سؤالك يقول اثنين في اثنين ايش قد؟ أربعة. خلاص دخلتي دخل اسمك اكيد ويانا بالقرعة على الجائزة الكبرى يا شيرين اللي موجودة حاليا بالصندوق 4 مليون دينار عراقي مقدمة من قناة زاغروس الفضائية. ان شاء الله تكونين سعيدة الحظ ويانا لهذا اليوم وشكرا جزيلا لاتصالك. على اخر ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة ورمضان كريم. علينا وعليكم. حسام عبد الجبار. حسام عبد الجبار. من البصرة. من البصرة الله حيه من البصرة الطيبين. الله يحييكم. يلا حسام شلونك شو اخبارك شو فطرت اليوم؟ والله اليوم مقلوبة. مقلوبة. الله دجاج ولا لحم؟ لا دجاج. بالعافية. الله يعافيك. يلا الك جاية لبغداد؟ لا. ان شاء الله لا اربح منك. وتجيب لنا زبادي. وانا اريد صبور. ان شاء الله احنا نتشهى براسكم ترى اي أيوة والله اهل البصره لانه انتم طيبين حتى اكلكم طيب والله في دول قلبك. شكرا لاتصالك. اسمك دخل بالقرعه ويانا بس اذا ربحت بالقرعه بال 4 مليون دينار عراقي شنو اول شيء راح تسويه بيها؟ والله عندي شيء مطلوب شوي.
الله يفك دينك ان شاء الله. الله يفك دينك يا رب، واكيد اسمك دخل بالقرعه، وان شاء الله يا رب اسمك يكون من الاسماء المحظوظه ويانا يا حسام، وشكرا لاتصالك. اكيد مشاهدينا الكرام نحب نذكر نقول الو بعدين نذكر. وعليكم السلام ورحمه الله. المتصل الدائم سعد عزيز من بيقار. شلون حبيبي؟ المتصل الدائم سعد عزيز. والله ما دا اسمع وعيونك ما دا اسمع. اسمعني من التليفون ونصل التلفزيون ونبدا نسولف. الو فقدنا الاتصال مع شديد الاسف، فنستقبل اتصال جديد ونقول الو. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم عليكم. علينا وعليك، نعم عليك بالصحة والسلامة وتحقيق كل امنياتك ان شاء الله. ان شاء الله للجميع. حبيبي الغالي عرفنا بنفسك. شلون؟ ممكن اشارك في البرنامج؟ اكيد حبيبي العاد احنا شكو موجودين، برنامجنا هدفه يربحكم وتشاركون اكيد كلكم وماكو ويانا يعني خسران. شكرا لكم والله. تقريبا صار اسبوع يعني اتصل عليكم دائما يعني تؤمر. يعني ما اعرف تؤمر احنا أطلع. اليوم حلقه التعويض، اي شخص اتصل بينا ما حصلنا اليوم نعوضه. تمام؟ شكرا لكم حبيبي. شكرا لك وعلى اتصالك. بس هسه بدايه اريد اسمك الثلاثي ومن وين؟ تسمعني؟ الو الو يمكن فقدنا الاتصال. نقول الو الو السلام الو. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رمضان كريم علينا وعليك، ينعاد عليك بالصحه والعافيه. هاي المره ثالثه انا شارك زين ما ادري حالف من حق ان شاء. قول يا الله وتابعوا يانا نهايه الحلقه ان شاء الله اكيد راح تفوز. تمام قلبي عرفنا بنفسك ومن وين تكلمنا. قصي فتح الله حكين من بغداد. من بغداد، من وين من بغداد يا قصي؟ من حي الامين. حي الامين، حياك الله وكل الهلا بيك. معلوماتك شلونها يا قصي؟ زينه. يعني نباشر نسال؟ باشر اسال. زين، راح اسالك سؤال سالناه، اذا انت كنت متابع الحلقه من بدايتها لنهايتها راح تعرف الاجابه عليها، سؤال سهل وبسيط. نعم. تمام؟ ما هي المدينه التي تسمى بمدينه الضباب؟ شنو هي هاي المدينه؟ لندن. عفية عليك واكيد اجابتك صحيحه واسمك دخل ويانا يعني بالقرعه على الجائزه الكبرى واللي هي 4 مليون دينار عراقي. شكرا جزيلا لاتصالك يا حبيبي. يلا نقول الو. الو الو السلام عليكم. عفوا الصوت. الو عليكم. عليكم السلام والرحمه يا هلا. شلون خاله؟ حياتي روح خاله. ايش قد عمرك؟ عمري 13. اي فدوى اروح. اسمك من وين يا قلبي؟ انا من الغزاليه. من الغزاليه من بغداد. اسمك قلبي؟ عبد الله سلام. نعم؟ عبد الله سلام. عبد الله فلاح، انا عبالي بنوته. بعدها صغيروني. شلونك عبودي؟ زين الحمد لله. يا صف عبودي؟ صف الخامس. صف الخامس، شد حيلك، قول لي اوعدني انه شد حيلك بالدراسه على مود ادخل اسمك بالقرعه. نعم. حتشد حيلك وعد؟ عبد الله سلام اني. عبودي، اعرف عبد الله سلام قلبي. راح تشد حيلك بالدراسه؟ ان شاء الله. ان شاء الله، ما دام وعدتني وقلت لي ان شاء الله، اسمك دخل بالقرعه بدون اي سؤال. شكرا لاتصالك يا عبودي. عاشيدك. حياتي. يلا نقول الو ثاني. الو. الو. قد الاتصالات. الو الو، لهذا اخر اتصال حيكون. هذا اخر اتصال اكيد يكون هم سعيد حظ ويانا او اليوم جميع المشتركين ان شاء الله. الحمد لله والشكر. يلا اخر اتصال ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا قلبي، اسمك من وين؟ فوزيه كاظم حمزه. نعم؟ فوزيه كاظم حمزه. فوزيه كاظم حمزه، شلونك فوزيه؟ الحمد لله زينه. حبيبه قلبي. يلا. من وين قلتي لي؟ من بغداد؟ من بغداد. من بغداد، هلا بيك فوزية. ايه. يلا حياتي، بدون أي سؤال، وبما أنه أنتِ آخر اتصال، اسمك دخل ويانا بالقرعة يا فوزية، وإن شاء الله يا ربي اسمك يكون محظوظ ويانا بالقرعة. شكراً لاتصالك.
أكيد مشاهدينا الكرام، احنا بانتظار القرعة حاليا في هذا الجزء من حلقتنا اللي عودناكم عليه دائما، انه يجينا الدورق اللي يحمل كل اسماء المشتركين ويانا لحلقتنا لهذا اليوم. نبدي نخلط الاسماء ونختار سعيد الحظ اللي اكيد راح يفوز ويانا بالجائزة الكبرى المقدمة اليومية المقدمة من قناة زاغروس الفضائية، واللي هي 4 مليون دينار عراقي. وصلنا لقطة الحسم أو اختيار الفائز يا منار في الدورق. زين يلا أعزائي المشاهدين، نقول يا الله بسم الله وعلى بركة الله، وعادي راح اختار اليوم الاسم اليوم. زين تمام، يتفاعلون بإيدي. أعطيني الدورق وانت اختاري. والله يتفاعلون بإيدي. يتفاعلون بإيدك. يلا تمام. أدري هسه قلوبكم ايش ديسر بيها، بس يعذرونا ما يخالف، راح نطلع اسم الفائز هنا. تمام هنا اسم الفائز هنا أبو الأربع ملايين. زي. يلا نقول يا الله وعلى بركة الله ونشوف. تمام نشوف منو الفائز ويانا اليوم لحلقتنا لهذا يلا اليوم. يلا بسم الله نقول. يلا اختاري لنا الفائز. أنا مغمضة يا جماعة. وهاي إيدي فارغة. زين منار أنا تعبت من الدورق اختار. هم هم دائما اسحب يطلعوا لي اثنين. طبعا هي تريدي تفوزين اثنين. اي والله قد ما نفسي طيبه. اي والله لو بدنا كلهم. يلا يا الله بسم الله وان شاء الله يا ربي ما نقصر ويا احد ان شاء الله، وما نتمنى خساره احد. أكيد. واذا مو اليوم باكر. تمام يلا نقول يا الله. الفائز ويانا لهذا اليوم هو او هي يا سلام عبد الجبار من بغداد، والف مبروك الك يا الف الف مبروك الك يا هاي أم الأربع ملايين. أكيد ألف مبروك إليك يا آية، وإن شاء الله يا رب تصرفيها بالهنا. أكيد يا إن شاء آية الله. سلام عبد الجبار، وهذا اسمك ويا الأربع ملايين، ومدام جاي عيد إن شاء الله يا ربي هاي الأربع ملايين تكون عيدية كلش حلوة ولطيفة إليك. بس المطلوب منك إنه تجيبي المستمسك المقر القناة، وأكيد راح تستلمين المبلغ كاملة. وصلنا وياكم الختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى إنه إحنا نكون متعناكم وونسناكم، وشكرا لكم، شكرا لمشاركاتكم، شكرا لحبكم، شكرا لاتصالاتكم، شكرا لتعبكم ويانا، لأن مو كل الاتصالات قاعدة تقدر تتواصل ويانا، شكرا لحسن المشاهدة. إن شاء الله يا ربي ما نقصر وياكم بالحلقات القادمة إن شاء الله. نلتقيكم غدا في 8 مساء، كانت وياكم التقديم أنا منار باسم وأيضا مغيث خالد. يلا إلى اللقاء. باي باي.